بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا اليوم بعنوان هي ترانسفير ان لامينر تيوب فلو. الحقيقه بعد ان اخذنا بالمحاضرات السابقه الاكسترنال فلو اللي هو يكون الجريان الخارجي، وشفنا على الفلات بليت كيف كان الفلو وعلاقته بالهيت ترانسفير سواء كان لامينر او تيرمس. في هاي المحاضره ناخذ الفلو داخل الانابيب، داخل الانبوب بالنسبه لللامينر، ايضا التيربلنت ايضا راح ناخذه ان شاء الله. فنشوف انه الجريان حيكون داخلي، داخل التيوبز، يا اما التيوبز يكون على شكل دائري مساحه المقطع مالته، او اللي يكون مستطيل او مربع. هنا مربع، هنا مستطيل. مستطيل تعرفون انه القاعدة أطول من الارتفاع، والمربع متساوي القاعدة. فهنا أولا نجي نحسب رينولدز نمبر، سرعة في الدي اتش اس راح ناخذها على سبيسيفيك فيسكوسيتي، كلمتك فيسكوسيتي. اللامينر هنا حقيقة يكون لحد 2300 لامينر، بعدها يبدي التيربلنت فلو بعد 2300. الرينولدز نمبر هنا مبني على هنا القطر الهيدروليك دايمتر، نسميه هيدروليك دايمتر لانه الحقيقه الهيدروليك دايمتر هو الافضل، لانه بعض الاشكال تكون يعني ما بها قطر مثل الدائره. هسه الدائره هنا لو كان مقطع دائري، فعندنا قانون يقول هيدروليك دايمتر 4 في مساحه المقطع اي شكل على البي اللي هو المحيط بارامتر، الويتد بارامتر يسموه، يعني كانه لو هذا كان ب ماء يجري او سائل يجري فيكون هذا مبلل يعني او رطب بهالشكل. يعني يكون المحيط الملامس للماء. بالتالي نطبق هاي القاعده على كل شكل ونطلع الهيدروك ديمتر، بعدين نستخدمه لاستخراج رينولدز نمبر. بس هاي الملاحظه. فبالدائره شوف 4 في باي دي تربيع على 4 مساحة المقطع على باي في دي المحيط مال الدائرة، يصير اختصارات وبالتالي يطلع لنا دي. إذا الهيدروك دايمتر للكروس سكشن اللي يكون دائري سيركل يكون دايمتر فقط، أما بالمربع فيطلع لنا الأي اللي هو طول الضلع، الضلع العفو. وبالمستطيل يطلع 2AB يعني 2 في الارتفاع في القاعدة زائد القاعدة على القاعده زائد الارتفاع. فبالتالي انت تطبق فقط القاعده هاي او هذا القانون على اي شكل، ولو كان مثلث كان متوازي مستطيلات، فمجرد تطبق هذا القانون من ثم تستخدمه بالقانون الرينولدز. اذا الرينولدز نمبر واضح. طبعا هنا له علاقه الجريان بالرفنس والسموثنس، يعني تعرفوها هاي بالفلويد اللي اخذناها، ممكن يكون هنا يعني ناعم الملمس او خشن الملمس حسب. وبالتالي هنا حقيقه الرينولدز نمبر بالنسبه للترانزيشن يسموه ترانزيشن، احنا قلنا ترانزيشن ما بعد منطقه اللامينر ما بين اللامينر والتيربلانس، فهنا يقول بحدود ما بين 2000 و 4000 في الجرائن الداخلي، يكون ما بين 2000 وال 4000 هاي بالنسبه للترانزيشن. طبعا هنا هذا الرسم ماخذيه بالفلويد بالنسبه للجريان لللامينر. شوف هاي المنطقه، شوف الباوندر اللي تبدي تتشكل بشكل متناظر عند الجدار وللعمق تبدي تلتقي. هاي المنطقه اللي تلتقي بها، يعني هاي المنطقه اللي هي بها باوندر لاير، هاي يسموها fully developed flow. fully developed flow المنطقة ذات كلها لزوجة، يعني هنا ماكو لزوجة خارج من الخطين مال الباوندري لاير. في داخل باوندري لاير لما يلتقي يصير fully developed، حتى شكل السرعة يتغير الشكل مالته. هذا بالنسبة لللامينر، وهذا بالنسبة للتيربلنت، ها كله فلو. الحقيقة نجي نحسب المين فيلوسيتي. هنا عندنا مين فيلوسيتي، اكو علاقه رياضيه للمين فيلوسيتي
اللي هي هذا التكامل. شوف رو يو لها علاقة السرعة بالاكس والار، لأنه عندك ار قطر نصف قطر وعندك اكس عمق حسب العلاقة اللي ينطيك إياها، مجرد كاملة من الصفر للار نوت. الار نوت هو نصف القطر الخارجي، هذا نصف القطر العفو يعني للأنبوب، نصف القطر الداخلي للأنبوب ما له علاقة بالسمع. على طبعا مضروب في هذا 2 باي ار دي ار على رو باي ار نوت ترك. عموما هو هذا التكامل يطلع لك بها الشكل هذا حسب العلاقة اللي ينطيك إياها، ممكن تكاملها وأطلع السرعة اللي يسموها المين فيلوسيتي اللي هو السرعة الرئيسية هنا أو الأفرج فيلوسيتي. Velocity distribution of the field developed في المنطقة المتاخمة، في هذه المنطقة في حقيقة السرعة تكون طلعت لنا بهالشكل هذا بعد اشتقاق معين، السرعة على اليونت، هاي اليونت معناها السرعة المركزية في السنتر يساوي واحد ناقصا R تربيع R، بكيف وين تحسب هنا هنا حسب ما يعطيك على ال R out تربيع أو ال R not اللي هو نصف القطر الرئيسي. نفس الحالة للتيمبرتشر ممكن تحسب من هذه العلاقة أيضا. وهنا طبعا تي سي هي تي سنتر، احنا قلنا هنا تي سنتر واليو نوت هي سرعة السنتر أيضا. مصطلح عندنا البولك تيمبرتشر، هنا البولك تيمبرتشر يعني كأنه افريج تيمبرتشر أو درجة الحرارة الرئيسية اللي هي تكون يعني خلينا نقول الأفرج في مقطع معين تكون خلينا نقول في السنتر على سبيل المثال. لذلك هنا كمية حرارة من تنحسب كلوكال هيت فلكس الاتش في التي وول ناقصا تي بالك، هاي التي بالك طبعا هاي التي بالك يعني تحسب هنا في تي بالك معين. اذا علم التي بالك شوف هنا سو كول بالك تمبرتشر اور انرجي افريج فلويد تمبرتشر، واضحه اكروس ذا تيوب خلال التيوب. زين طبعا which may be calculated from ممكن نحسبها من هذه من هاي العلاقه ايضا، تحسب تي بالك تحسب من هذه العلاقه اللي هي تي افريج قلنا عليها في مقطع معين. يعني ممكن تكون اكو بداية الجريان بداية الانبوب الى تي بالك خاصة بي ونهاية الجريان الى تي بالك خاصة بي، فانت تحسب الحرارة هنا بكيفك حسب ما ينطلب منك. تي وول نعرفها تي الجدار ناقصا تي بالك في المقطع المعين، وتحسب من هذه العلاقة ايضا، ومن هذه العلاقة تي وول ايضا تحسب. طبعا الهيت ترانسفير كوفيشنت مهم عندنا هو الاتش، هذا نحسبه من البالانس اللي نسوي بين الكوندكشن والكونفكشن، ولها علاقه بالتي بالك في مقطع معين وتنحسب هنا من هالشكل ومن هذه المعادله. اكثر الامور نحتاجها هنا لما تكون عندك العلاقه موجوده هاي تي دي تي على دي ار، لما تكون موجوده فتكون الامور سهله وتحسب الهيت ترانسفير كوفيشنت. طبعا هي اكو حسابات حاسبيها بس نعوض هاي المعادلات معادله بالاخرى 55 و56 و59 بال58 راح يطلع لنا هاي العلاقه الاتش هذا 58 اذا نعوض لان كليتين راح يطلع لك الاتش 24 على 11 في الكي على نصف القطر ويساوي 48 على 11 في الكي على القطر. زين التيرم اوف نزلت نمبر، اذا نرجع نزلت نمبر هنا اتش دي اوفر كي، اذا نجي نطبق هذا الاتش نجيبه هنا دي يختصر يصير 4.364، وبالتالي نزلت نمبر هذا يكون ثابت، جريان اللامينر ثابت، وبالتالي الهيت ترانسفير كوفيشنت ممكن نحسبه اعتمادا على القطر وعلى ثيرمال كوندكتيفيتي. هذا بالنسبة لللامينر. إذا اللامينر نزلت نمبر عادة يكون بـ 4.364.
بالنسبة للتيربنس فلو ان تيوب نفس العلاقات اللي أخذناها باللامينار، بس في منطقة التيربلنت يكون اختلاف بالشكل البروفايل للسرعة، أكيد تختلف بالتيربلنت. هذا موجودة في الكتب الفلويد، في محاضرات الفلويد احنا ما أخذيها سابقا بالتيربلنت فلو. المعادلات احنا نرجع للستاندرد نمبر، هاي المعادلة أخذناها بالمحاضرة السابقة، وتساوي F على 8 لما يكون البرنتر يساوي 1 تقريبا، او الفريكشن فاكتور انت حسبته منه من هذه العلاقه، العلاقه بين رينولدز نمبر ضمن هذا الرينج للرينولدز نمبر. ايضا اخذنا هذه العلاقه سابقا انه رينولدز العلاقه مع البرنتر مع النزلت نمبر ب رينولدز للاس ناقص ربع. بالتالي نزلت نمبر ممكن يساوي لنا هذا أبو 3/4 نسميه رينولدز 3/4 ضمن هذا الرينج للرينولدز نمبر وللبرنتر، عبارة عن رينجات. أنت أهم شيء تطلع الرينولدز نمبر ومن ثم تتحكم يوم معادلة تستخدمها حسب الرينج اللي عندك. طبعا شوف هسه هاي المعادلة تستخدم لما البرنتر لا يساوي، تستخدم هذه المعادلة لما البرنتر لا يساوي واحد، بينما هذه المعادلة نستخدمها لما البرنتر يساوي واحد. هاي انت تقول، وبالتالي لما البرنتر لا يساوي واحد تستخدم هذه المعادلة لحساب النزلت نمبر، اذا يساوي واحد تستخدم هذه المعادلة. مجرد انتباه لهذه الملاحظات. إذن هنا العلاقات كلها مبنية على الريزونز نمبر وعلى برينتل نمبر. أكو empirical relations for flow in the tube. Empirical relations تعرفوها تجريبية، يعني علاقات تجريبية جت من العملي حقيقة. إذا سوى هنا heat balance، كمية الحرارة المنتقلة خلال انبوب معين، إذا عندي هنا T bulk 1 وعندي هنا T bulk 2 فتكون M dot Cp T bulk 2 ناقص T bulk 1، هذا شيء طبيعي زين، ويساوي بنفس الوقت اقدر اقول ال H في ال A اللي اخذناها في ال T wall ناقصا T bulk average. ايضا هنا تقدر تحسب من هذه العلاقة. فبهالشكل هذا حيكون عندك ال heat balance. وال T bulk هنا تي بولك هي عبارة عن تي بي 1 زائد تي بي 2 على 2. خاف واحد يقول تي بولك منين جت تي؟ لا، هو الافرج والاي مساحة السطحية. وعندك ريليشنز امبيريكال ريليشنز ان لامينار ايضا فلو ان تيوب. ايضا هذه العلاقات هي عبارة عن شهادة اللي اخذناها فول ديفلوب لامينار فلو ان سيركلر تيوب، اخذناها في الفقره السابقه انه يساوي النزل نمبر 4.36. هاي لما يكون عندك فولي ديفلوب طبعا، يعني السائل يكون هنا فيسكوس. كونستانت سيرفيس تمبرتشر النزل نمبر يكون بهالشكل 3.66، طبعا كله فولي ديفلوب. الانترنس لين قبل الفول ديفلوب، هاي المنطقه اللي بيها الباوند لاير ما ملتقي، نستخدم هذه العلاقه لايجاد نزلت نمبر هنا كافرج نزلت نمبر في هذه المنطقه. وايضا ممكن تستخدم هذه اذا كان عندك هذا التحديد، اذا هذا كان اكبر من 10 تستخدم هذه العلاقه نزلت نمبر فور ديفلوبمنت لامينر فلو هاي ان سيركلر تيوب بالسيركلر تيوب لما كنا كلامنا زين، وفول ديفلوب ممكن تستخدم هذه العلاقه فور ديفلوبمنت لامينر. اذا عباره عن محددات يجب ان نستخدم. طبعا الانتر لينك هذا الطول لللامينر هو 0.05 في النوز في البرنتر، هاي ايضا تنتبه كله مبني على الدايمتر.